الميجرين من أكثر أوجاع الرأس شيوعاً في العالم، ويمكن أن يبدأ من عمر صغير لدى الفتيات والرجال بنسب متوازية. أما إذا أصاب المريض على عمر 20 وما فوق، تكون الإصابات في صفوف النساء أكثر. المرض عادة البيشنت بيجي لعندك عم يتشكل من وجع، الوجع هو وجع نصفي بيوصفه كنبض، نبض في القلب، ما عنده تقيؤ، يعني عنده لعية نفس، ممكن يكون عنده استفراغ، الضوء بيزعجه والصوت بيزعجه، عادة بيكون على جهة واحدة، ممكن مع الوقت ومع التطور ينتقل للجهة الثانية. في عوامل بتحفز الكريزة حتى بتجيب الكريزة، اللي هن عدم النوم بانتظام، هو عدم الأكل بانتظام، مواد الأسبرتام الموجودة بالدايت هي بتلعب دور، البيت الأحمر، الجبن الصفراء، كترة القهوة أو كترة الشوكولا، في بعض الأدوية بيناتهم أدوية حبوب منع الحمل كمان ممكن يلعبوا دور يحفزوا أنه يصير فيه نوبة ميجرين. الميجرين هو نتاج عوامل عدة، أولها هرمونية، كيميائية ووراثية. علاج الميجرين هني مجموعة من الأدوية اللي كانوا معمولين بالأساس لشيء تاني، وبينوا أنه ممكن يساعدوا بالميجرين، اللي هن أدوية الضغط، أدوية الكآبة، وأدوية الصرع، وفي إبر اسمه إبر البوتوكس. بس كمان في علاج جديد للميجرين اللي ممكن ينعطى حبة تحت اللسان أو إبرة مرة أسبوعياً أو حتى إبرة كل 3 أشهر. إذن استشيروا الطبيب لمعرفة العلاج الأنسب لحالتكم.